رحبوا معنا بالناقد والمؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي للتعليق على هذا الخبر المصري بامتياز. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أنا عايز أبدأ من جملة مهمة جدا. المجلة الأمريكية قالت إن هؤلاء المطربين شكلوا التاريخ وحددوا حياتنا وصنعوا موسيقى شعبية للجماهير. وإحنا بنتكلم هنا عن كوكب الشرق أم كلثوم، بنتكلم عن واحدة يعني يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، مفيش حد في العالم العربي ما بيسمعهاش. اكتشفنا أن العالم كله كمان يعلم جيدا من هي كوكب الشرق. تعليقك يا فندم. طبعا هو ده نصر إعلامي وثقافي وفني كبير جدا، أن الغرب يعني يضع كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم في قائمة أفضل 200 مطرب ومطربة عبر التاريخ. وده بنشوف ان كده ان ام كلثوم ما زالت ولا تزال عايشه مش بس في مصر والوطن العربي. أيوة. وايضا في العالم الغربي، وده سبق ونصب فني كبير جدا طبعا، خاصه لو طرحت حضرتك يعني جمله روح العالم العربي. يعني الجمله دي عجباني جدا جدا في التقرير الخاص ان مثلت ام كلثوم على انها روح العالم العربي. وده شيء جميل جدا، لان فعلا ام كلثوم مجرد سماع صوتها بنشعر كل الامه العربيه صحيح. بحنين وشيء جميل جدا بينبض في قلوبنا بصوت ام كلثوم. استاذ محمد، طبعا يعني بعد التحيه واحنا بنتكلم عن اختيار ام كلثوم ضمن افضل 200 مطرب ومطربه في التاريخ، العربية الوحيدة اللي موجودة في هذه القائمة، وتخطت نجوم كبار جدا الحقيقة، يمكن على سبيل المثال بوب مارلي، أمي واين هاوس، أسماء كبيرة جدا برضو حتى إحنا هنا يمكن في الشرق الأوسط برضو عارفينها. شايف حضرتك أنه ليه أم كلثوم استمرت كل هذا الوقت؟ طبعا لا يخفى على الجميع أن أم كلثوم من أطول المطربات اللي يمكن أغانيها كانت بتستمر لأكثر من ساعة. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن السيدة أم كلثوم إن هذا ليس أول تكريم عالمي للسيدة أم كلثوم. أم كلثوم تم تكريمها عالميا. صحيح. خاصة يمكن من فترة، ويمكن الأبرز في هذا التكريم هو لما سافرت فرنسا في رحلات المجهود الحربي. أيوة. في نوفمبر 67 شالوها. أفردت لها صفحة الموند الفرنسية ملف كامل، وقالت فيه إن كان حفلة أم كلثوم أحد أهم العروض الفنية في تاريخ فرنسا، الى جانب ارسال الرئيس الفرنسي شارل دي جول لها برقيه خاصه للسيده ام كلثوم بيقول فيها سمعت صوتك وشعر قلبي بنبض قلبك. وشعر قلبي بنبض شعبك. وطبعا شارل دي جول ده احد القاده الفرنسيين طبعا. اللي كانوا دايما مؤثرين في العالم كله، الى جانب ان اغنيتها الاشهر قصيده الاطلال اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قائمة أفضل 100 أغنية في القرن العشرين في العالم. يعني أم كلثوم مش أول مرة ده، أو مش ده أول تكريم عالمي للكرامة كتير أيضا. صحيح، بس ليه؟ إيه السبب؟ يعني في أصوات مصرية كتير جدا، يعني فنانين وفنانات أصواتهم كانت قوية وأصواتهم حلوة، ليه أم كلثوم؟ إيه اللي كان بيميز أم كلثوم؟ هم قالوا السبب كمان. يعني قالوا السبب لما اختارتها مجلة تايم الأمريكية كواحدة من ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم في القرن العشرين، وهو ده معيار الاختيار، التأثير في العالم. أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة كبيرة، شأنها شأن المطربات الكبار في العالم كله. أم كلثوم تخطت كل هذا، أصبح لها تأثير قوي. كفاية إن نقول إن أم كلثوم المطربة الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي كان بيوحد الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. الى جانب الوفود اللي كان بيجي لام كلثوم في حفلاتها من جميع انحاء العالم. صحيح. طبعا مجهودها الحربي وثقافتها الواسعه واحساس العالم كله بان ام كلثوم ما زالت المطربه الوحيده ايضا اللي ظلت تغني وعمرها تجاوز ال 75 سنه بدون ميكروفون ولساعات طويله. صحيح. امام بدون ميكروفون، الميكروفون كانت معلقه بدون ميكروفون امامي مباشر. صحيح. وهي تجاوزت ال 75 سنه. صحيح. يمكن كمان احنا شايفين على الشاشه يا فندم دلوقتي صوره الرانكينج او يعني موجوده هي معانا على الشاشه، وزي ما حضرتك قلت من اقوى الاصوات ومن اكثر الاصوات كمان تاثيرا كمان. دي اتعملت دراسات على صوت ام كلثوم. يعني في كاتبه فرنسيه اسمها ميشيل ديمون عملت دراسه رساله دكتوراه عن صوت ام كلثوم،
ومنحت الدكتوراه من جامعة السوربون ونشرت هذه الرسالة في كتاب علي غلاف أم كلثوم 1991. أيوه. إلى جانب إنتاج التلفزيون الفرنسي لها في منتصف الثمانينات فيلم وثائقي عن أم كلثوم وتأثيرها في العالم وليس في العالم العربي فقط. صحيح. وأيضا التلفزيون الأمريكي أنتج لها فيلم وثائقي عام 1991 بيتكلم عن أم كلثوم مسيرة وصوت وأهميته بالنسبة للعالم العربي وبالنسبة للعالم ككل. صحيح. يعني أم كلثوم مش دي أول مرة تكون صورة أم كلثوم في العالم الغربي كله، لا ده أم كلثوم من زمان وهي منتشرة وتم تقييمها تقييم يليق بمكانة وعظمة أم كلثوم. تمام. طيب أستاذ محمد، أنا هعتبر كل ده إحنا بنعمل نوع من أنواع الاستهلال، ولكن إزاي أبني على ده؟ يعني أنا عندي هدية ربنا ادهاني إن هو حط لي مطرب من عندي من قوة النعمة ضمن 200 مطرب، أنا إزاي أبني سياحيا وتربويا وثقافيا وإعلاميا على خبر مؤثر زي ده؟ تتمنى إيه إنه يحصل؟ طبعا سؤال جميل جدا والله، فعلا في يعني من الاسئله اللي فعلا بنتبناها فعلا، لان فعلا هذا الخبر ما يعديش مرور الكرام مفروض، واتمنى ان وسائل الاعلام كلها المسموعه والمقروءه والمرئيه تهتم بيها اكثر من ذلك بكثير. بس ما نخاطبش نفسنا، نخاطب الخارج يعني، ما نكلمش بالضبط. ايوه. وكمان يبقى وزاره الثقافه والاوبرا ومعهد الموسيقى كل المهتمين بالفن يكون في اقامه احتفالات كبيره بهذا الحدث الكبير جدا، لان في الخارج اي اسم من الاسماء ال 200 دول عاملين لهم يعني احتفالات رهيبه، لان مجرد وجودهم في هذا الاستفتاء هو يعني طبق فني كبير جدا لم يحدث من قبل. فاحنا المفروض نستغل هذا الخبر في فعلا في زي ما حضرتك قلت في التسويق السياحي والفني والثقافي والاعلامي من خلال الوزارات المعنيه بذلك، عشان احنا مش كل مره او مش كل يوم هنبقى نشوف حاجه مهمه قوي ومشرفه بهذه الدرجه. وام كلثوم وما كانتش ام كلثوم تشرف مصر، مين اللي هيشرف مصر؟ لان ام كلثوم مش بس مصر، ده الوطن العربي كله، وهي المطربه العربيه الوحيده اللي اسمها في 200 شخصيه. صحيح. مؤثره في عبر التاريخ. صحيح. بكل تاكيد طبعا يعني الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي، طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر لكل هذه الايضاحات. ويمكن زي ما حضرتك قلت يا فندم، الحقيقه يمكن الموهبه مهمه جدا طبعا بكل المقاييس، لكن اعتقد وفي وجهه نظري المتواضعه انه الفنان لازم يكون مؤهل للتعامل مع الجماهير، وان هو يكون عارف انه بيتعامل وانه بيكون واجهه لبلده، ويبقى عارف عنده السيكولوجية والطريقة اللي يعرف يكون وجهة مشرفة لبلده. الموهبة فقط مش كفاية، واحنا بنتكلم عن أهم مميزات أم كلثوم، هي فكرة أنها كانت مؤثرة من خلال إيه؟ من خلال فنها ثم مواقفها. فأتمنى أن احنا في الفترة اللي جاية يبقى عندنا نماذج كتير جدا جدا، لأن احنا يعني مصر حافلة الحقيقة. صحيح. بالمواهب يا مصطفى. صحيح.